وينضم إلينا من الرياض عبد الله العميرة الإعلامي والكاتب الصحفي بعد التحية. طبعا لاحظنا أن النظام القطري لا يزال يثير قضايا هامشية مثل المس بالسيادة تارة ومحاولة تسييس الحج وشراء ذمم الآخرين بالرشا تارة أخرى في محاولة لصرف الأنظار عن القضية الأساسية هي حقيقة دعمه للإرهاب. السؤال: إلى أين تتجه الدوحة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الملف القطري ما في الأزمة واضح، ما في أي لبس، ما احنا يعني بصدد مناقشتها إلا إيضاح بعض معالمه إذا جاء فيه فرصة تتعلق بالإرهاب، رعاية قطر للإرهاب، دعم للإرهاب، إيواء رؤوس إرهاب. هذا هو لب المشكلة. قطر تحاول تتخلص أو تتملص من هذا الملف بارتباك حقيقة بعد ما كشف أمرها أو أمر النظام. أما إلى أين، أنا أرى أنه في تصوري لا فائدة مع هذا النظام، ولكن يعني الوضع محتاج إلى صبر قليل، لكن مع هذا النظام لا يمكن أبدا أن يستجيب بسهولة مع هذا النظام. هذا النظام تحديدا لا يمكن أن يستجيب للمطالب، وهذا واضح من سير المناقشات والمحاولات، محاولات يعني حل المشكلة من الكويت ومن بعض الدول. في تصوري أن الموضوع انتهى عند هذا الحد، لابد من خطوات جديدة. الحكومة القطرية الآن مغيبة، يحتاج إلى صدمة، تحتاج إلى أسلوب جديد في معالجة المشكلة لحلها سريعا، لأن كل ما طالت المدة في وجهة نظري كل ما صار فيه فرصة للنظام القطري أنه يتملص أكثر. أعتقد أنه المهمة الأساسية الآن هي في المزيد من كشف تورط هذا النظام في الإرهاب، تورطه في دعم الجماعات الإرهابية سواء على مستوى المنطقة أو حتى في العالم. نعم، ولكن لاحظنا اليوم بأن قطر تخرج إلى العلن وتفصح عن علاقتها السرية مع إيران. طبعا هل تعتقد بأن يعني قطر تحاول أن تجد بديلا عن الحضن الخليجي، وهل هذا مجدي؟ طبعا هل تعتقد أن حلفها مع طهران يمكن أن يشكل هذا يعني بديلا لحاضنها الخليجي والعربي، وهل ذلك سوف يحل أزمتها؟ أنا في تصور العلاقة ما بين النظام القطري وإيران، وخاصة طبعا هذا النظام تحديدا، ليس بجديد، ولكن زي ما تفضلتي كان تحت ستار السرية، الآن انكشف، وبعد أن انكشف الآن وضح لنا الارتباك، وضح لنا يعني سرية التعامل لم تعد سرية الآن، فبالتالي ما يطرأ على السطح الآن هو شيء من محاولات التملص، شيء من محاولات التخلص. صار هناك ارتباك حتى في إيران بتعاملها مع القضية هذه أو مع القضايا المنطقة الأخرى. أنا لا أعتقد أنه قطر أو النظام القطري الآن سيجد المأمن في الحضن الإيراني. الحضن الإيراني معروف هويته، معروف هدفه، لم يكن داعما أبدا في يوم من الأيام للدول العربية، لم يكن داعما أبدا لجيرانها العرب. عندما قيل أنها الآن فتحت موانئها لتصدير المواد الغذائية، لم نعهد عن إيران تصدير مواد غذائية. أنا أتصور الشحنات القادمة ستكون لقطر، معظمها ستكون أسلحة، متفجرات، ما يعزز الهدف الإيراني في إيجاد فوضى وتمزق في دول الخليج من خلال قطر، وهذا ما لا يسمح به طبعا تسمح به دول الخليج الأربع وفي مقدمة المملكة العربية السعودية. نعم. كفى إلى هذا الحد. هذه هي حقيقة يعني المفصل الرئيسي الآن في أن يكون هناك تشكيل جديد في التكوين الخليجي، في القوى الخليجية، لإعادة قطر وليس النظام القطري الحالي، لإعادة قطر إلى الحضن الخليجي. أنا أعتقد الظروف مهيئة لإعادة قطر، بالعكس تماما ما يتوقعه وينشده النظام القطري الانفلات من الخليج. وإن كنت أنا من مؤيدي أنه الحكومة القطرية الآن هي حكومة مختطفة،
حقيقة القرار ليس بيدها، لو أن القرار بيد القطريين لكان الموضوع انتهى منذ زمن، إنما الموضوع كما كنت أقول دائما أكبر من حكومة قطر وأكبر من الوضع الحالي الموجود، وهكذا تتعامل معه الدول نعم الأربع. نعم ماذا يريد السفير الإيراني محمد سبحاني عندما قال بأن الفرصة اليوم مناسبة لتعزيز العلاقات أو التبادل الاقتصادي بين طهران وبين الدوحة؟ ماذا يريد أن يوصل من رسالة؟ قراءتك لهذا التصريح؟ عفوا، نعم، تفضل. هو ما هي فرصة مناسبة؟ أنا نقرأه هكذا، ما هي فرصة مناسبة لتعزيز الأخوة والعلاقة الإيجابية ما بين إيران ودول الخليج، أو ما بين إيران ودول وقطر تحديدا؟ هي فرصة مناسبة، دائما نعرف إيران أنها تصطاد في المآسي بصراحة، وتحاول أن تضخمها طبعا، وتوجد لها مكان ما بين بين قوسين الأنقاض لتزيد من الفرقة، ولكن هذا منتبه لها، ولم تعد هذه التصريحات خافية على دول الخليج، ولا حتى خافية على الرأي العام، يعني ليست خافية على المسؤولين ولا على الرأي العام الخليجي ولا العربي، وأعتقد حتى العالمي المتابع للأزمة أو متابع لدول الخليج. إيران ليست حليفة لأحد حقيقة، هي حليفة للشيطان. إيران لا تنشد أبدا الاستقرار في المنطقة لأي كائن والكائن، والشواهد أمامنا واضحة، العراق أمامنا، سوريا، اليمن، لبنان. نعم. لا يمكن وجود إيراني في منطقة أو في مكان أو في بقعة إلا تزيدها التهابا، وهي فرصة لها. هو التصريح يعني أنها فرصة لهذا الخلاف لتوجد لها مكان نعم. للفرقة، لمزيد نعم. من الفرقة، نعم. من لكن الرياض. هذا لن يكون طبعا. نعم، من الرياض عبد الله العمير الإعلامي والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.